Hello, I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure Hospital. السلام عليكم. في البارت الأول من الهيستوري أور نقدر نقول الأوسكي أوف ذا جي آي تي جاسترونتستاين تراكت راح نبلش إحنا مثل ما تعرفون نسوي على شكل ثلاث بارتات، بارت هيستوري وبارتين إكزامينيشن. فنبلش إن شاء الله بمن بالأوسكي اللي خاص بمادة الجي آي تي. إحنا مثل ما نعرف أنه كل مادة أوسكي، كل مادة الأوسكي خاصة بأي نظام بأي سيستم بأي موديول احنا راح ناخذ بها عده شغلات، اربع شغلات. اول شيء شلون نقدم نفسنا للمريض، وهذه اخذناها بالمرحله الاولى ونسوي لكم اياها بكتاب الاوسكي البارت الاول. وراها الهيستوري اللي احنا راح نركز عليه، وراها الاكزامينيشن اللي هم راح نركز عليه بهاي المرحله، اما الانفستيجيشن والدايجنوسس فهذه تخص المرحله الرابعه وقلنا ما نركز عليها. زين، فهسه احنا شغلنا هيستوري اند اكزامينيشن، راح ناخذ بهذا البارت الهيستوري، وان شاء الله بالبارتات الجايه راح نكمل بالاكزامينيشن. هسه التيكينج هيستوري اوف ذا جي اي تي، ايش عندنا احنا؟ اول ما يدخل المريض نسلم عليه ونقدم له انفسنا وكذا، وهاي مال انترفيو، هذه قلنا اخذناها بالبارت الاول اوف ذا مغامرات الاوسكي. هسه نبلش بمن بالهيستوري. بالهيستوري يبلش اول ما يدخل لك البيشنت للعياده، تبلش تاخذ من عنده ديموغرافيك داتا اللي هن مثل ديموغرافيك داتا اللي هن الاسم والعمر والى اخره. وراها تشيف كومبلاينت اللي هو السبب الرئيسي اللي يخلى البيشنت يجي اما للعياده او للمستشفى. وراها الايس اور بيليفز، هذا الايس شنو معناها؟ انت راح تسال المريض تقول له شنو ببالك، يعني هم انت شاك بشيء اوكي، وهذا يعتبر جدا مهم. وراها الهيستوري اوف ذا بريزنت ايلنس، يعني الهيستوري مال تشيف كومبلمنت اللي هو سبب اللي اجاني بيه، اسئله بعد اسئله خاصه بتشيف كومبلمنت. وراها ميديكال هيستوري، خاف عنده عمليه جراحيه سابقه وكذا، دراج هيستوري، سوشيال اند فاميلي هيستوري. وراها الاليمنتري كويشن اللي هي عباره عن مجموعه من الساين والسبتوم اللي اسال عليها المريض او انا اشوفها على المريض خصوصا ابو جي اي تي. هسه راح نبلش بوحده بوحده. اول شيء ديموغرافيك داتا، اول شيء راح اخذ اسمه او اسم الكن مالته، اللي هو الكن شنو المرافق اللي دخل وياه، هذه اول شغله. ثاني شغله اللي هي العمر مالته، وش يفيدني العمر؟ اني يفيدني العمر، ممكن انا اعرف انه اذا هو يعني تشايلد فاكيد الامراض اللي يتعرض لها تشايلد مو مثل اللي يتعرض لها ابو اليونغ، واللي الامراض اللي يتعرض لها ابو الاولد ايج مو مثل اللي يتعرض لها تشايلد، تمام؟ فهذا جدا مهمه. من جهه ثانيه، ممكن هذا اذا هو عمره كبير ممكن عنده ديابيتيس، والديابيتيس هو باعتباره اميون كبرمايز، والاميون كبرمايز ممكن يؤدي الى اصابه ببعض الامراض من ضمنها يعني الهيباتايتس، ما هي لا الهيباتايتس لها علاقه توبركلوزز الاخر اذا السوالف، او يعني ياخذ ادويه هواي، والادويه هواي تاثر على الجهاز على الجهاز الهضمي العفوي، تسبب له مثلا هيموبتيسيس، تسوي له السر، تسبب له دياريا كذا، فهيك لازم اربطها انا. بعد السكس اللي هو الجنس مالته، اكيد اكو امراض تصير بالفيميل تختلف عن الميل، افكر كذلك بالاعضاء اللي موجوده بداخل يعني الابدومن او داخل التجويف، تمام؟ ممكن يعني الاوفري كذلك اليوترين الى اخره، هذا موجوده بالفيميل موجوده بالميل، ممكن ناصر اكو التهابات وكذا وشغلات زين عند الفيميل موجوده بالميل. كذلك العلاقه مال المنستروشن، هسه راح ناخذها العلاقه مال المنستروشن ممكن تاثر على الابدومين بين، هسه راح نشوفها بعد. الادرس العنوان مالته، العنوان سواء عنوان وظيفي او المكان مالته سكن، تمام؟ بعد الريليجن اللي هو مكان العفو الدياله مالته، الدياله مالته تلعب دور، ممكن انه هذا الشخص اجاني ايش اسمه اجاني مثلا احنا شو نقول مسلم وغير مسلم، ممكن هذا الشخص انا مسلم يعني نعتقد انه هو يكون مبتعد عن الكحول او الكذا او السوالف، لكن اذا جاني هو شخص مثلا مسيحي او كذا او يعني ما عنده انه شيء يمنعه من الشرب، فممكن يشرب هذا، وهذا هم ياثر لي عليه، من ياثر لي على الجي اي تي زين. وكذلك اعرف حتى من الاسم مالته ممكن يحدد لي انه هل هو هذا مسلم او غير مسلم والى اخره. بعد الحاله مالته الماريتال ستاتس، الحاله مالته سواء كانت الحاله مالته الزوجيه او العاطفيه او اللي كانت مثلا الماديه المعنويه الى اخره، هذه كلها لازم تتاثر. يعني هل يا ترى مثلا متزوج ويا ما متزوج، هذا اللي يطب ويطلع وعلاقه بيده وعلاقه رايحه ويصرف، هذا ابو الدوخه واللي يلعب يعني نفسه طالع من الحياه، اكيد هذا ممكن يعني ياثر عليه وياثر على نفسيته، وممكن هم يسبب له هيك تقلصات بالمعده وهيك اشياء من الخوف او الانكزايتي، تمام؟ بعد شنو هو الحاله الماديه مالته، ممكن انه هذا الشخص اللي حالته الماديه ضعيفه ما يقدر يجيب دواء
يعني طبيعي، يعني طبيعي عشان دواء مثل ما نقول يعني دواء صحيح ممكن راح يروح يلجأ للأعشاب أو يروح يلجأ ذولا الدجالين اللي يسوون أدوية ما أنزل الله بها من سلطان وإلى آخره، وهذا ممكن يأثر عليه سلبا. كذلك ممكن إذا هو يعني حالة المادية ضعيفة ممكن شنو هو أنه ما عنده المغذيات الكافية، عنده مال شو اسمه مال نوتروشن يعني مال نوتروشن يعني جايبها يعني سوء تغذية عنده. أوكي هيش ممكن، خصوصا هذول اللي اهل البدو ما بدو زين. بعد الديت اوف ذا ادميشن، يمتى دخل المستشفى، وهذا جدا مهم، يمتى دخل المستشفى، هل دخل ورجع يعني ايش كم مره يمشي ويروح للمستشفى، ايش قد صار له داخل، ليش، لانه ممكن اعرف من خلالها انه هل هذا المرض مالته كرونيك لو مو كرونيك، ممكن انه داخل اللي بالمستشفى صار له 3 اشهر، فمعناه هذا كفت شيء عنده خلاه يدخل 3 اشهر، عنده شيء خطر زين. ممكن هذا لا صار له 3 ايام من دخل، او صار له يوم من دخل، او قبل شويه دخل تمام. بعد انه ايش كم مره دخل المستشفى، هل يعني وكل مره شنو السبب اللي يدخل بيه، مثلا المره السابقه دخل بسبب عمليه جراحيه، هل مره ممكن يدخل بسبب كومبليكيشن اوف ذا لاست سيرجري العمليه السابقه، هي شيء لازم اخلي ببالي. وراها الاي بي او اللي هي مجموعه الفصيله ما تدم، وكذلك الار اتش، الار اتش موجب والار سالب، هذه تعتبر همين جدا مهمه. وحتى لو قال البيشنت انه يابا ترى انا مثلا او موجب، انا اي موجب، انا بي موجب، انا كذا كذا، ما اثقن بي، لازم انا اسوي تحديد بنفسي على ما اتاكد. ليش؟ ممكن انه مثلا انا جاي اسوي سيرجري، او ممكن اثناء شو اسمه صار عنده فرضا نزيف او كذا، او بسبب حادثه انا لازم اسوي له، لازم اضيف له دم، ممكن هذه شغله. الشغله الثانيه ممكن اني اكتشف من خلال الهيستوري مالته انه هو مسوي عمليه نقل دم، ممكن هذا النقل الدم كان فصيله خاطئه، ممكن هذا يسبب تخثر ما تخثر وذن السوالف. اوكي فهذا لازم احنا نخليها بعين الاعتبار. وراح نجهز من التشيف كومبلمنت، تشيف كومبلاينت العفو، هي شنو هو السبب الرئيسي اللي خلى البيشنت يجي المل للمستشفى او يجي للعياده. اوكي وهذا ممكن يكون واحد او ممكن يكون اكثر، لكن كلما احنا خلينا تشيف كومبلاينت وحده كل ما كان افضل، كل ما معناها انه انا جود دكتور. اوكي زين، يقول فوماتي مثلا كمثال، فوماتينج اوف بلاد اللي هو من هو الهيموبتيسيس او الهيماتيميسيس، باعتبار انه عنده جي اي تي في الهيماتيميسيس. اوكي او ممكن انه حس عيونه صفر، حس انه زراق بايديه راح يجي تمام والى اخره. نجي دور المل الهيستوري بريزنت ايلنس، وهذا لازم شنو معناه، معناه انه انا اخذ اسئله خاصه بمن خاصه بالتشيف كومبلاينت مات البيشن. فرضا هو جانا عنده هيماتيميسيس، فانا ايش راح اسوي، راح اسئله خاصه بالهيماتيميسيس، يمتى بدت، ايش كثر يطلع من عندك يعني هيماتيميسيس، شلون اللون يكون، يمتى، هم تاكل شيء اثر عليه كذا، هاي يعني هيستوري اللي يعني متعلمين عليه اللي هو مارس سقراطيس. اوكي وهذا يكون يفرق لي بين المان والومن والتشايلد، اكيد المان اخلي في الديفرنشيال دياجنوستس ببالي، الومن كذلك، التشايلد كذلك. الومن ممكن انا مثلا كمثال الومن ممكن انا اربطها ويا من، اربطها ويا البرجننسي، ممكن عندها مثلا الم او بين منطقه الابدومين زين، او ممكن عندها مثلا يعني بروفريشن الى اخره زين. هسه هذه خلصنا من عندها، كملناها. دور بعد شو يقول، يقول انه كذلك انا من لازم اسال معه كذلك على السيفيريتي ما هذا البيشنت ما تشيف كومبلاينت، هل يا ترى تخليه يؤدي يعني فعاليات الحيويه بشكل عام، بشكل يعني ما ياثر عليه، مثلا هذا عنده ابدومين بين، هل ابدومين بين هذا طول درجه انه يخليه قاعد بالفراش لو يعني بس شيء الم وكافي زين. بعد شو اسمه وقت الحدوث الاونست ممكن يكون صدم بسرعه يصير، ممكن هذا دال على وجود مثلا بيرفوريتنج او يعني خلل بما خلل بالاورجانات في الفيزرال اورجان تمام، بسرعه تصير عندك هاي المشكله. بعد ممكن يكون اكيوت يعني يجيك مثل ما نقول بسرعه وبشدتها كلش قويه، او يكون جراجوال كالهيرني او انسيجوس، كانه الانسيجوس هو تقريبا نفس الجراجوال، لكن الفرق بيناتهم انه الجراجوال يظهر الالم مالته بسرعه، بينما الانسيجوس ما تدري بيه انت، يسبب لك اثار ويسبب لك ضرر مخفي الحد ما يصير كوميونيكيشن، الحد ما يكبر يلا يبين عندك تمام. بعد الكورس مالته هل يكون سلولي رابيدلي ستاتيوناري او ريجريسيف انترميتنت اند ريميتنت، مثلا الفيفر، ناخذ مثال على الفيفر الانترميتنت، الفيفر معناها انه هذا عنده فيفر، وهاي الفيفر تصعد توصل مثلا 39 40 وتنزل تصير مثلا 37 ترجع للطبيعي او شويه اقل من الطبيعي، ممكن للطبيعي يعني، هذا نسميه بالانترميتنت. بينما الريميتنت معناها هذه تصعد
درجة الحرارة مثلا تصير 40 عنده 39 وتنزل، بس ما تنزل طبيعية، تنزل تصير 38، يعني سواء صعدت أو نزلت هي تبقى عالية، بينما الانترميتنت لا، تصعد للطبيعي وتنزل، تصعد لي فوق يعني 40 39 وتنزل للطبيعي. تمام. بعد الكاركتر، الكاركتر هل هو S or B؟ شنو S or B؟ S معناها single or multiple or size، معناها مثلا إذا هو عنده ماس، فالماس هي single مثلا or multiple، size ما تشكبره. بعد ال B هل هي primary or persistence or intermittent، painless painful، يعني ذن البيات بداية B قصده. أوكي. فهم لازم أخليها بعين الاعتبار مثل ما نقول. بعد what is increase what شنو الشغلات اللي تزيده وشنو الشغلات اللي تقلله، هو نفس هذا الهيستوري مات السكراتيس. تمام. بعد ايتولوجي اللي هي المسببات مالاته، هل يا ترى مثلا جاني شخص عنده شو اسمه، عنده فد الم، الم وين؟ فرضا بالليفت، الليفت هيبوكوندريك، فانا افكر بالشغلات اللي بيها بالليفت هيبوكوندريك، شو السبب لي؟ اخذ عنده مثلا باس ميديكال هيستوري، اقول له انت سابقا ايش عندك كذا الى اخره، ممكن هو عنده ار تي اي، مثل ما بعطيكم مثال هنا ار تي اي اللي وروت ترافيك اكسيدنت، يعني هذا السير، ممكن هذا السير مأثر له على السبلين، والسبلين صار بعدين بي ابسس وسبب للسبلينك ابسس وجانا عنده الم، وهكذا لازم اخذ الكوميونيكيشن وحده وحده. هاي شلون ناخذ الهيستوري اللي هو سكراتيس مثل ما تعرفون، الاس اللي هو السايت، يعني سويهن سابقا، هسه راح نطبق عليه هنا كذلك. نجي دور من الميديكال هيستوري. الميديكال هيستوري هنا هذا يعتبر جدا مهم. ليش؟ اذا عنده عمليه سابقه، اذا عنده مرض سابق، ممكن انه هذا التشيف كومبلاينت اللي جاني بيها ممكن هي بسبب من، بسبب هذا السيرجري السابقه، او ممكن بسبب الديسيز اللي صاير عنده. كمثال، كمثال انه البنكرياتايتس او البليدنج بيبتيك السر انفلام او الانفلاماتوري باول ديسيز الى اخره من هذه الامور. يعني كل وحده والها مثلا سبب او الها مثل ما نقول سوابق. شلون؟ مثلا هسه البلفرال فاسكولار ديسيز، البلفرال فاسكولار يعني اكو خلل بالاوعيه الدمويه، او الهايبرتنشن، او الهارت فيلر، او الارتيريال فيبريليشن، او ممكن الايورتيك انيوريزم، او الميزوتريك ميزوتريك ارتري اسكيميا، ذني ممكن كليه تسبب لي اكيوت ابدومين بين. تمام. هذني الاسباب ممكن تسبب لي اكيوت ابدومين بين، فلازم اخلي بالي هيك، هل هو عنده هايبرتنشن، هل هو عنده بريفرال فاسكولار ديسيز، هل هو عنده انيورزم سابقه او هسه حاليا، سواء هو عنده ميزوتريك اسكيميا هيك يعني. بعد ممكن شخص عنده اوتو اميون ديسيز. تمام. مثل ما مثل يعني ممكن الاوتو اميون مثل الهيباتايتس، اوكي، او شو اسمه البايلاري سيروسيس، لا هو الهيباتايتس يعني مو بس هذا الاوتو اميون سبب لي، سبب لي مثلا ضعف بالمناعه وهيك. المهم ممكن برايمري بايلاري سيروسيس عنده. تمام. او اوتو اميون هيباتايتس ذني يكون اسوشيت ويا من ويا ثايرويد ديسيز، مثلا هذا الشخص عنده ثايرويد ديسيز، يا انت هم عندك فد مرض سابق؟ لا دكتور انا ما عندي شيء، بس مو مره انا كان عندي ثايرويد ديسيز، وما اقول لك ثايرويد ديسيز، بس اقول لك عندي مريض بالغده الدرقيه، او مره ما عندي كانت او كذا، يعني مهم عنده ثايرويد ديسيز، فانا مو اقول ثايرويد ديسيز ما لها دخل وكذا، لا ممكن هاي ثايرويد ديسيز مرتبطه بالاوتو اميون هيباتايتس، ممكن مرتبطه بالبايلاري سيروسيس الى اخره. فشوف يعني رغم انه هن ما لهن علاقه، بس ما لهن علاقه بالجي اي تي، بس شنو هو ياثر لي. بعد ممكن هم يسبب لي ما يعرف بالنان الكهوليك فاتي ليفر ديسيز، اوكي، هذا ممكن ويا من مرتبطه ويا ديابيتيس اند الاوباسيتي، الشخص اللي عنده ديابيتيس او اللي عنده سمنه ممكن انا افكر عنده شنو هو، افكر عنده ان اي اف ال دي اللي هو النان الكهوليك فاتي ليفر ديسيز. اوكي. بعد اسال البيشنت عن على البريفيوس ابدومين سيرجري، هم سوى عمليه سابقه جراحيه لو لا، ممكن هسه كومبليكيشن للعمليه الجراحيه وسببت له الم. اوكي، هذه خلاص سمعتها. هسه نجي من الدراج هيستوري، هذه شويه جدا مهمه، هذه ماخذين قسم من عتب النظري هسه احنا سابقا يعني بمحاضرات النظري، وهسه بالعمليه هم تتكرر عندنا، لانه ممكن بعض الاشخاص وانا هم حاجتكم اياها برص بارت، قلت لكم مثلا شخص ياخذ الكابوتين اللي هو علاج للضغط، السايد افكت مالت الكفنج، ويجيني البيشنت عنده كفنج، ويعني خو لازم انا اسال دراج هيستوري، اذا هو ياخذ الكابوتين فانا اقول له هذا ترى سايد افكت مال هذا العلاج هيك يعني. فالمهم هواي ادراج، هواي ادراج تاثر على الجاسترو انتستاين تراك، وممكن حتى سبب لي هيباتو توكسيك، يعني تكون لها سميه للكبد، لان يعني هو كل الادراجات تشتغل على الكبد. المهم السبتوم اللي ممكن مرتبطه ويا بعض الادويه، لان الادويه الاكثر شيء اللي مأشرها أنا هنا أكثر شيء إحنا ماخذينه، أما البقية فهي ممكن تطلع عليها لأن إحنا ما ماخذينه لا بالنظري ولا بالعملي، لكن ذني اللي مأشرها هنا ذني ماخذينه إحنا. عندك مثلا الويت جين، ذني بسبب من بسبب هذا اللي نسميه ديكسن إحنا، اللي هو نفس الأورو الأورال غلايكوكورتيكويدز، تمام، اللي هو الديكسن. تمام. هذا ممكن عنده ويت جين، هذا من العلاقة بالجي آي تي. بعد ممكن شخص عنده ديسبيبسيا أسر بالهضم، أو عنده جاسترو انتستينال بليدنج،
نزيف بالجاسترونتستاين، هذا ممكن له علاقه بالاسبرين او النوسترويدال انتي انفلاماتوري دراج. زين، لان ممكن يسبب لي السر، ما السر وذن السوالف. اوكي، الاسبرين او النوسترويدال انتي انفلاماتوري دراج لان ذن يثبط لي البروستاجلاندين، واذا ثبط لي البروستاجلاندين راح يثبطني افراز الميوكوس، واذا ثبطني افراز الميوكوس راح يسبب لي السر، والالسر ممكن يسبب لي بليدنج وحتى بيرفوريتنج بليدنج او بيرفوريتنج السر. يعني شنو؟ يعني مثلا الالسر تخترق المعده، ومن تخترق المعده راح تطلع لي برا المحتويات والاسيد، واذا طلعت لي برا ممكن تاثر لي على مثلا الجاسترودينال ارتري اللي يحيط لي بين اللي يحيط لي بالديودنوم والستومك من جهه اليمين، ممكن يصير عندي بليدنج، او ممكن ياثر لي على النيرف اللي هو الفرنك نيرف ويسبب لي راديشن بين او ريفيرد بين الما للشولدر. فهواي هواي اكو كومبليكيشن اللي ما اخذينه سابقا. بعد ممكن شخص يصير عنده لعبان نفس نوسيا، وهذا شنو يصير؟ يصير سبب الشخص اللي ياخذ ادويه خاصه بالانتي ديبرسنت، يعني هذا مضاد الكآبه والسيروتونين والى اخره. شخص يصير عنده دياريه، ممكن ليش دياريه يصير؟ يصير بسبب نشط شو اسمه ديفيسل، تذكرونها كوليسترول ديفيسل او ديفيسلي، او يسبب لي ما يعرف بالسايدو ميمبرينوس كولايتس. هذا نتيجة اللي اخذ الانتي بايتيك الهواي او اخذ بروتون بامب انهبيتر اللي هي الانتي اسيديك. اوكي، وذني ذني احتراما ما اخذين احنا، بس تريد تطلع عليه عادي، بس ذني احنا اكثر شيء ما اخذينه بالنظري وحتى بالعملي. زين، هسه نجي ناخذ شنو هو السوشيال اند فاميلي هيستوري. نجي اول شيء للفاميلي هيستوري فرضا، لان ممكن انه الشيب كومبلاينت اللي جاني بيها تكون موجوده عند اقاربه، وهذا باعتبار اعتبرها فاميلي يعني جينيتيك ديسيز. ممكن مثلا الانفلاماتوري باول ديسيز از مور كومن ان بيشنت وذ ذا فاميلي هيستوري ايذر كرون ديسيز اور السرايتيف كولايتس. يعني العائله اللي عندهم اكثر شيء كرون ديسيز اور السرايتيف كولايتس ممكن يكون عندهم انفلاماتوري باول ديسيز بشكل مثل ما نقول، مو نقول دائم، وانما كومن شائع عندهم. زين، بعد الناس اللي عندهم اوتو ايميون ديسيز، تمام، او عندهم مثلا ثايرويد ديسيز، هاي المساعه اخذناها وليش اشرتكم عليها من ساعه اخذناها على مود تحفظها. الثايرويد ديسيز من ساعه قلنا بما متعلقه بالاوتويمون هيباتايتس ومتعلقه بالبايلاريس الروسيس، مو هيك ولا لا؟ وكذلك ايش قلنا الشخص اللي عنده ديابيتس وعنده سمنه هم كذلك ممكن متعلقه بالنان الكهوليك فاتي ليفر ديسيز، هذا اللي من ساعه اخذناها. فاني ممكن شغلات شنو ممكن شغلات اني جينيتك وش السبب لي السبب لي بعض الامراض. بعد مثلا يعني ممكن شلون العدوى تصير هم، يعني يقول مثلا بيبتيك ألسر ديسيز از افاميليال اباوت ذس مي بي ديو تو انفايرومنتال فاكتور. يعني شلون مثلا هذا الشخص بعائلته صار عنده شو اسمه تنشطت عنده الهوليكوباكتور بايلوري اللي هو الاتش بايلوري، والاتش بايلوري تعرفون انتم راح يسبب لي هواي مشكله من ضمنها الالسر ما السر. وليش تصير هي الهوليكوباكتور بكتيريا؟ تصير نتيجه اللي اما الكوتامينيتد فود الى اخره، يعني خلل بالانفايرومنت اللي عايش بها الشخص. زين، اذا هم خمسة اشخاص مثلا بالعائله وعايشين بنفس المنطقه، واحد صار بي شنو صارت بي اتش بايلوري، فالناس اللي داير ما دايره مو الناس وانما عائلته اللي وياه بنفس البيت ممكن هم متعرضين لنفس السبب اللي خلى هذا النفر يصير عنده اتش بايلوري، فهذا هم له علاقه. بعد السوشيال هيستوري، يعني الخاصه بالمجتمع، مثلا دايتري هيستوري، يعني ايش قد ياكل، زين اكله ايش قد شنو هو اكله، شنو طبيعته. زين، هل يا ترى اللي ياكل بس نبات نفس اللي ياكل بس لحم او اللي يكون منوع؟ هل يا ترى اللي عنده مثلا اللي يعني مثل ما نقول اللي ياكل اكل غير صحي وهاي الوجبات السريعه مثل اللي ياخذ اللي ياكل اكل نظيف بالبيت والى اخره. بعد الفود انتوليرانس، بعد يعني مثلا الاكل اللي ياكله مثل يقول painless diarrhea may indicate high alcohol intake lactose intolerance or colic disease. يعني مثلا الشخص اللي عنده دياريا وياها بين، ممكن هذا الشخص ممكن هذا الشيء يدلني على وجود انه هذا الشخص ياكل او ياخذ كحول هواي، عنده لاكتوز هواي، عنده colic disease، تمام، وهكذا. بعد الكحول consumption، يعني شلون؟ يعني ايش قد ياخذ هو، ايش قد ياكل، ايش قد يشرب كحول؟ هل هو منتظم ريجولر لو ريجولر، تمام؟ هل هو امبيجمنت لو لا؟ لان اخذناه همينه بالرسبيراتوري اذا تذكرون. بعد هل هو سموكينج لو مو سموكينج؟ زين تقول حسن سموكينج هو يروح لللانج، ايش له علاقه بالجي اي تي؟ انا اقول لك شلون، السموكينج يعتبر هاي ريسك المن الاوسفيجال كانسر، لان هو مو يمر بالاوسفيجال والدور يمشي تقريبا بالاير واي هذه، مو تكون مشتركه بين الجي اي تي والهذا. فالمهم ممكن وين يجي الاوسفيجال يسبب لي اوسفيجال كانسر، وهذا ممكن يتطور المن يروح كولوركتر كانسر، وممكن كرون ديسيز، ممكن بيبتيك ألسر، تمام، وهكذا. بس هناك ملاحظه معطيك اياها هاي يعني خارج تطلع عليها، بس انه يقول لك الشخص اللي عنده السرايتيف كولايتس مو شرط جاري من التدخين،
تمام صح. انا قلت لك البيبتيك السر سبب لي او جاي من التدخين ممكن، لكن ابو الالسريتيف كولايتس ما له علاقه بالتدخين، يعني ان كمان ابو السموكينج يصير عنده الالسريتيف كولايتس. المهم اللي اريدك شو اسمه تقرأيها منها هو شنو هو؟ هو السموكينج همين إلى تأثير، لأن ممكن يسبب له أوسفيجال كانسر أو كولوركتر كانسر سر كرون ديسيز أو بيبتيك ألسر. زين بعد ستريس، ستريس هم إلى علاقة شلون؟ ممكن هذا الشخص اللي عنده ستريس ومثل ما قلنا من ساعة ممكن عنده عائلة معذبته أو شيء يعني المهم ستريس، فهذا ستريس ممكن يسبب لي ما يعرف بالروتيبل باول ديسيز أو روتيبل باول سيندروم، تمام؟ اللي هو يعني يصير اكو خلل بالامعاء وهذا 24 ساعه يصير امعاء تقوم توجع او بطنه تقوم توجع والى اخره. زين وعنده يصير عنده عسر بالهضم وما ياكل زين ويضعف ويتغير والى اخره، هذا بسبب الضغط والستريس. هسه هو مثلا واحد عنده سالفه يقدر ياكل يقدر يشرب يضل يفكر وكذا وبطنه توجع وشون الخايف. بعد الفورن الفورن ترافل يعني شلون قلت لك الترافلينج اوكي ممكن ويا الدياريا او يكون ويا الهيباتايتس تقريبا هيج ليفر ديسيز يعني ممكن يصير اكو عدوى او شيء. بعد ريسك فاكتور فور ليفر ديسيز كانه ترافل كانه هذا ينتقل الى مكان بي مثلا الفيروس هذا بالهيباتايتس او بي مثلا هذا البكتيريا اللي تحفز الدياريا او الاكل اللي مو نظيف او الاكل اللي ما يتلائم ويا معدتك وهكذا. زين اي هيج. وبعد مثلا هذول التاتو وما تاتو واللي ياخذون درايك واللي ياخذون يشربون كحول هذول كل يوم يكونوا عرضه للهيباتايتس. هاي features of the alcohol dependent in the history هاي اللي اطلع يعني ما بيها شيء. نجي من الدور للسيستميك ريفيو. انا بعد ما اخذت هذه كل المعلومات عن الدور هسه من السيستميك ريفيو يعني معناها جماعه انا بعض منين جماعه بعض من الساين والسبتوم اللي عند البيشنت من جماعه الساين والسبتوم عند البيشنت جاني هذا البيشنت مثلا عنده يابه عند فرضا ابدومين بين زين عند هيماتيميسيس عند كذا عند كذا عند يعني نوزيا عند ملانيا ذني كليتهن وين يصب لي على الجي اي تي. فاذا شنو هو السيستميك ريفيو؟ هي مجموعه من الساين والسبتوم او السبتوم نقدر نقول ذني اللي يجيني بهن البيشنت انا استخلصها من عنده من التيكينج هيستوري اجمعهن ذني السبتومات واشوفهن اقرب اليا سيستم اروح له. زين نجي هسه احنا ايش قلنا حتى سابقا متفقين بالريسبيراتوري مش شرحت لكم قلت لكم انه انا من اخذ السيستميك ريفيو اخذها اول شيء جنرال من الجنرال كأنه abnormal weight gain أو abnormal weight loss أو عنده fatigue or weakness أو عنده frequent fever ذني تقريبا أكثر شيء يكون جايات ويا كل سيستمات تقريبا أوكي. فذني أنا ما أعتمد عليهن كلش، لكن بالنسبة للخاصات بالgastrointestinal tract مثلا difficulty swelling dysphagia نسميها أو الheart burn أو النوزيا frequent vomiting يعني صار عنده vomiting هواي constipation امساك دياريا والى اخره من هذه الاعراض مالت الجي اي تي تعرفونها. فانا اذا عنده من ذن الاعراض فانا اروح وانا اركز على الجي اي تي اوكي. بس مرات هل يا ترى فقط الجي اي تي سبب لي ذن الشغلات؟ لا، مثلا difficulty swelling swallowing العفو يعني صعوبه البلع ممكن جايتني هي صاحب الجي اي تي بس هنا ممكن جايت لي من تاثير عصبي. يعني مثل ما تعرفون هسه راح ناخذها ان شاء الله بعدين مثل ما تعرفون انه اثناء عمليه البلع عندي اعصاب، هاي الاعصاب جايتني منين؟ من الكرانيال نيرف تاثر لي عليه من على الاوسفيجس او على يعني هذا الجسمه المصلايات اللي تحيط دائما مدار الاوسفيجس وتخليه يسوي باراستالسيس ويدفع لي الاكل وين باتجاه المعده. فاذا ممكن صار اكو بلص هنا نسميه بابلر بلصي، اذا صار اكو بلص بمن بال يعني شلل او قطع او اي اصابه بالنيرف الكرانيال نيرف اللي يغذي من هو او يسوي انرفيشن من الاوسفيجس. بعد الاوسفيجس ما يقدر يسوي باراستالسيس فرضا، ما يقدر يدفع لي الاكل باتجاه المعده، بالتالي شنو هو هذا؟ راح يؤدي الى احتباس الاكل وين؟ بالمريء، وما يقدر يعبر للمعده ويسبب لي اعراض. فهنا هو الاعراض ظهرت لي مال جي اي تي، لكن السبب ظهر لي شنو هو؟ سي ان اس سنترال نيرف سيستم، او مو نقول سنترال نقول بس نيرف سيستم وكافي. يعني خلي بالنيرف سيستم لكن الاعراض وين ظهرت لي؟ بالجي اي تي. فانا مو معناها اركز فقط على الجي اي تي، لا. كاتب لكم هنا ملاحظه، ابلش اول شيء بالاعراض اللي تكون اقرب للسيستم المصاب. اذا جان عندي هارت بون عندنا نوزيا عندنا كونستيبيشن فرضا دياريا وين من هو الاقرب واحد عندي الجي اي تي اوكي. وراها من الجي اي تي اشوف منو اقرب سيستم اعراضه مرتبطه ويا اعراض الجاسترو انترستاين تراكت. مثلا من ساعه اخذنا انه الايورتيك انيورزم سبب لي شنو هو؟ ابدومين بين يعني صدن ابدومين بين.
فهنا ممكن يعني اربط انه السي في اس الكارديوفاسكولار سيستم ويامن ويا الجاسترو انتستاين تراكت، او مثل ما ضربت لكم مثال على الديفيكالتلي سوالوينج، هذه ممكن همينا عند الخلل وين بالنيرفات اللي يغذل لي العضلات مالت الاوسفيجس، وهنا همينا ربطت جي اي تي ويامن ويا النيرف سيستم، تمام. وهكذا فهنا هو الشغل مالتنا، هيك ناخذ السيستميك ريفيو. بعد هسه نجي بعد الشغلات اللي هي الارتباط، عندنا مثلا المنسترول او الجينيكولوجيكال هيستوري، يعني شنو يعني الاشارات الخاصه بالنساء بالومن، مثلا مثل البين دورينج ذا منستروشن اور افتر منستروشن، مثلا الميتيلشمز بين الميتيلشمز بين، هذا هو عباره عن الم يصير دورينج اور افتر ذا شو اسمه المنستروشن اوف ذا وومن، تمام. فمثلا اجتني وومن، هاي الومن شعبه 18 سنه فرضا عمرها 19 سنه الى اخره، هذه شعدها عندها مثلا بين ابدومين بين، اوكي. فانا لازم اسالها مثلا قلها يابا انت المنستروشن مالتك يمته، قالت لي مثلا خلصت قبل اسبوع، قلت لها يعني قبل اسبوع، قاعد قبل اسبوع زين، هي اصلا المنستروشن اسبوع اوكي، وهي صار اسبوع من خلصت، تمام، يعني صار قد 14 يوم زين. احنا نعرف انه بال14 يوم اللي هو الفتره مالت مالت الاوفيوليشن الاباضه، فتره الاباضه هي 14 15 يوم اوكي، بيوم ال14 يوم بيوم ال14 مال الشهر زين. فاثناء الاوفيوليشن صايكو بين، هذا البين طبيعي فسيولوجيكال بين اثناء الاوفيوليشن نزول البيض اوكي. فانا ممكن هم اخلي بالي وين، اخلي بالي انه هذا فسيولوجيكال بين، مو يعني مو باثولوجيكال، فقلها يابا انه هذا البين جايش نتيجة، وها ممكن هم تجيك انه مرتفع درجة حرارة تقريبا مثلا الى 37 طبيعي صار 37 ونص ممكن 38، فهذا الشيء طبيعي يصير، تمام. فهذا عامل. بعد السوشيو ايكونوميك هيستوري اللي مساء اهمين قلت لكم عليها، مثلا هو حالة البيشنت، سواء حالة البيشنت الاجتماعية المادية، يعني قلت لك مثلا اذا شخص ما عنده مثلا حالة المادية مو شيء، فهذا ممكن حتى يأثر عليه انه ما يجيب العلاج الفعال او العلاج الاصلي، يروح يلجا الى الاعشاب، يروح مثلا يلجا الى دول الدجالين اللي يجيبون علاجات الضر اكثر مما تنفع، فهذا ممكن هم ياثر له ويسبب له امراض عاليه. بعد هيستوري اوف ذا هوسبيتالايزيشن، فهذا هم انا له تاثير كلش عليه من على البيشنت، شلون هو على التشخيص والدياجنوستس، لازم انا اشوفه هل يا ترى يمتى دخل المستشفى، هو احسب الوقت صار له شهر شهرين ثلاثة اشهر زين، ايش كم مره دخل زين، هاي ايش كم مره دخل، مثلا ثلاث مرات دخل، ليش ثلاث مرات دخل، اول مره ليش دخل، ثاني مره ليش دخل، ثالث مره ليش دخل، ممكن انه هو دخل اول مره وسووا له رونج دايجنوسيس، يعني رونج دايجنوسيس يعني ما شخصوا المرض بشكل صحيح وانطوا علاج خاطئ وراح وما صار زين ورجع لي مره ثانيه، هذا عامل. او بور اورينيشن بيشنت، يعني البيشنت هذا انا اعطيته علاج بس ما التزم به، او قلت له سوي كذا وكذا وكذا بس ما التزم ورجع لي مره ثانيه، او يا ترى انه هو عنده كرونيك بروبلم، يعني هذا طبيعي انه يروح المستشفى ويرجع، يروح ويرجع مثل الاسما فرضا، صح، ومثال الريسبيرتوري بس يعني كمثال اوكي. بعد سيكونس اوف ذا باست ميديكال هيستوري، ممكن انه سوى عمليه جراحيه سابقه ورايح صار عنده كومليكيشن مع العمليه وراجع لي. بعد اور نيو بروبلم، ممكن انه هو صار عنده عمليه سابقه او عنده فد بروبلم سابقه، ديسيز سابق عالجناه بالمستشفى وراح له، لكن من جاني مره ثانيه جاني بسبب نيو بروبلم، يعني فد ديسيز جديد، تمام، وهكذا. فذني الاسباب لازم اركز عليها الان. بعد اد ان اوف ذا هيستوري، بعد ما اخذت الهيستوري انا لازم اخذ لازم ال شو اسمه الفايتال ساين، ورا الفايتال ساين الدور اني راح ابلش بالاكزامينيشن، تمام. هسه احنا بعدنا بالهيستوري بس يعني اقول لك احنا ورا ما كملنا هي الشغلات وامور كملناها، الدور راح نقيس الفايتال ساين، لان الفايتال تمبريتشر مثلا 37، الهارت ريت، البالس، البلد بريشر، الريسبيرتوري ريت، الاكسجين ساتوريشن، والبي اتش، لان الفايتال ساين هم نقيسنا نتاكد من عندهن. ورا ما كملنا ذن الشغلات الدور هنا نجي من الالمنتري كوسين. الالمنتري كوسين هي باعتبار ساين او سيبتوم الاحظها على البيشنت اللي المشكله مالته جي اي تي، تمام. هسه اذا نريد نرتب شغلنا من البدايه، اول ما اجي سوينا الانترفيو وهذا اخذناه بالبارت الاول، وراها ايش بلشنا؟ بلشنا ناخذ هيستوري. شلون ناخذ هيستوري؟ اول شيء ديموغرافيك داتا، تمام. ورا الديموغرافيك داتا ايش قلنا؟ قلنا نجي للتشيف كومبلاينت، وراها الايس والبيليفز، وراها الهيستوري اوف ذا بريزنت ايلنس، اسئله خاصه بالتشيف كومبلاينت اللي اجاني بيها، تمام. ومن هاي من هذه شو اسمه
الهيستوري اوف ذا بريسنت السس راح اطلع سيستميك ريفيو. السيستميك ريفيو بما راح تفيدني، راح تفيدني بمن؟ بفحص الجهاز المصاب اللي مساحه شين عليها، كذلك اخذ معلومات عنه عن ميديكال هيستوري، عن الدراج هيستوري، وعن السوشيال اند فاميلي هيستوري. خلصت ذني كلية الدور، المن اجي؟ اجي للالمنتري كويشن اللي هي عباره عن اسئله او ساين او سبتوم انا اشوفها على المريض او المريض يقول لي بيها، او انا اسال المريض على مود يقول لي بيها، وذني خاصات بالجي اي تي. واضح؟ زين، هذني راح نخليه ان شاء الله بارت